الحمد لله اللعيبه كانوا في المستوى اللي اثر علينا هو الطرد اللي كان كارتو روج بطاقه صفراء التاليه واللي اثر على اللاعبين. الحمد لله اللعيبه ادوا مقابله جميله وكانت في المستوى لعبنا ضد فريق كبير فريق الوداد البيضاوي. الحمد لله هذا الدرس عندنا اليوم، عندنا مقابله يوم الاربعاء ان شاء الله نتحسن باش ان شاء الله نريكيبيريو شويه باش نفوزوا بهذه المقابله ان شاء الله.